بداية لم تكن جماهير النادي الأهلي تتمناها لفريقها هذا الموسم، خسارة بطولة من مباراة واحدة وأداء لم يكن متوقعا. معظم لاعبي الأهلي اليوم ما كانوش في أفضل مستوياتهم، بالإضافة للصفقات الجديدة رضا سليم وإمام عاشور. في المجمل نزعل على خسارة الأهلي اليوم، ولكنها بطولة من مباراة واحدة ومستحيل أن ترسم بها مستقبل الأهلي هذا الموسم. هارد لك للأهلي وجماهيره، واللي جاي أهم.